أجري بورتري رجعنا معكم على موجات راديو إكسبريس إف إم مواصلين معكم حتى الماضي ثلاثة قبل موجز الأخبار. شنو تعدي مع بعضنا لفقرتنا أجري بورتري أجري أور أجري أور جوستومون كما قلنا في أجري بورتري نحكيه على المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانا مع ضيفتنا جوستومون يعطيك الصحة. نواصلوا تقديم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بلادنا. نذكروا احنا اليوم العدد 26 في رمضان ما خدمناش رجعنا كما قلت توا. واليوم المندوبية نتاع أريانا باش تقدمها لنا السيدة فاطمة شيحة اللي هي رئيس قسم الإرشاد الفلاحي. مرحبا بك مدام. عايشك ميرسي سي خدمت معاك طول ولك تعطينا فكرة عامة على ولاية أريانا اش فيها فلاحة. ولاية ريانا هي كما تعرفوا هي ولاية من مجموعة ولايات تونس الكبرى. مساحتها الجملية معناها 45 حوالي 45 في 500 هكتار. 70% منها أراضي فلاحية. يعني نقول 70% أراضي فلاحية يعني حسب التصنيف نتاع خريطة الأراضي الفلاحية. مي توا كي كان نعملوا معناها تحيين وتحيينات ومع البناء ومع التوسع العمراني يمكن تلقاها أقل شوي. مساحة الأراضي الفلاحية في حدود 31670 هكتار. هي تمثل 0.3% مساحة ولاية ريانا الكلها تمثل 0.3% من مساحة البلاد التونسية. معناها كل شيء دونك اللي باش نقولوا كله على الانتاج الفلاحي مناسب للمساحة هذه. دونك نسبي كل شيء نسبي. فيها هي 31600 في أراضي فلاحية. الأراضي توزع بين أراضي صالحة للزراعة 23000 والغابات والمراعي 4534 10% مساحة ولاية. عندنا حماضة عندنا برشا مناطق رطبة كما تعرفوا صبغة سكر صبغة رواد الحماضة في القلعة معنا مساحات كبيرة. عنا زادة مساحات متاع ملك عمومي بحري كبيرة زادة معنا هذه أراضي مش مستغلة لكن هي محسوبة على الأراضي الفلاحية. بالنسبة للمناخ متاعها هو شبه جاف علوي معناها معدل الأمطار 450 مليمتر. هذا في سنة عادية معدل الأمطار لا توا عندنا برشا سنوات ما خلطنا لهمش وحتى كان خلطنا لهم مش في الأوقات المناسبة. معناها كيما سناء مثلا نعطيك سناء عملنا نكمل شويه نقدموا ساعه ولايه ريانا. الولايه تتميز الاراضي الفلاحيه هذه الاراضي المزروعه اشترها تجم تقول معناها زراعات ثابته معناها اربو وزيتون واشترى الاخر زراعات متحوله اللي هي زراعات كبرى اعلاف خضروات. ريانا تتميز عندها دي برودوي فاغ عندها القراع نتاع القلعه عندها البطيخ والطماطم عندها الجناري كيما الحوض مجد السفلي الكل معناها معروف بالجناريه. فلاحتنا معناها عندنا مناطق سقويه شاسعه بالنسبه معناتها فوق ال 50% من المناطق الفلاحيه مناطق سقويه. لكن المناطق السقويه هذه معناتها تو عندها مده ماهيش قاعده تاخذ في المياه خاصه احنا 7000 هكتار منها معتمده على مياه الشمال. كيما تعرف مياه الشمال ماهيش متوفره. احنا نورمالمون ناخذ 12 مليون متر كوب معناها في العام حسب التنظيم اللي عملناه حسب عقد عملناه مع الفلاح والكل. لكن السنوات الاخيره ان شاء الله ربي يرحمنا ونرجع نزودوا بالمياه هذه. عندنا منطقه سقويه في برج الطويل بالمياه المعالجه. المنطقه السقوية ذي هي بالاسم شاسعة لكن ما كيف عندها مشاكل أخرى مشاكل نوعية المياه مشاكل تهرم زيادة تهري الشبكة خاطر المياه المستعملة تهري الشبكة وتهري المعدات. يعني هذه بصفة عامة نحكي لك. بالنسبة لي هي أريانا تاريخية من أول مناطق نتاع استعمال المياه المعالجة المطهرة نلقاو سكر ونلقاو حتى المنطقة السقوية نتاعها سيالوفير هي ماس فالي دو لا ميجيردا هي منطقة سقوية من الخمسينات. توا جزء منها قاعد نعصروا فيه تعصر بريسك 80% تعصر فما شوية إشكاليات نتاع ملاكة نتاع أرض ما يحبوش الجعبي تاع ده. لكن الأكثر المنطقة التعصير هذه يا سيدي ثابت 5000 هكتار في طور التعصير. منطقة السقوية بقلعة لاندلس اللي هي فيها 3000 هكتار هي تم تعصيرها ولكن توا تستحق هي زادة صيانة جديدة. معناها هذا هو دونك المناطق السقوية موجودة مستحق ربي يرحمنا بالماء ومستحق زادة معناها شوية عناية أكثر بالتجفيف وليبيست أغريكول وكل ما هو مكون نتاع منطقة سقوية. لو كانت تعطينا فكرة توا على الموسم الحالي معناها خاصة بالنسبة للعلاف خضروات الموسم الحالي من حبيت نقول لكم زادة ولاية أريانا تتسمى باغابوغ للجمهورية التونسية تساهم ب 1% من إنتاج الحليب اللي هو تسمى برشا 1% من إنتاج الحليب هي تسمى ان باسان ليتي. عندنا بالنسبة للأبقار عندنا نومبر نتاع أنثى منتجة الحليب حتى أكبر من حجم عندنا برشا برودكسيون أوغ سول معناها
برشا مستغلات معناها يربيوا الابقار الحلوب من عاداتهم يربيوا الابقار الحلوب مالوغوزمون اليوم باعوا الارض وقعت الابقار معناها ولا فما انديفيسيت فوراجي. دونك بالنسبه للموسم الحالي احنا حاولنا رغم اللي تاخر رغم التاخر في في في, في الامطار نتاع الخريفيه حاولنا ماكسيموم باش نزرعوا المتعهد به اللي هما 7500 هكتار زراعه كبرى اشتراهم 14000 هكتار زراعه كبرى 7000 حبوب والبقيه اعلاف زرعناهم الكل رغم تاخر الامطار. شنو الوضعيه نتاعهم؟ الوضعيه نتاعهم توا الحقيقه تعبه شوي علاش؟ خاطر احنا هو فما عندنا ديجا شهر مؤخر وكل توخيره فيها بيخت معناها مع التوخيره هذيك تفائلنا وقت اللي جات في ديسمبر امطار. احنا تو زوج معتمديات الفلاحيه الكبيره سيدي ثابت والقلعه ما فاتوش ال 50% من معدل التساقطات حتى نهار 12 افريل. يعني تو الحبوب معناها تشكي من العجز المائي. عندنا نهارين بركه ملي تصيب لنا شويه ماء في سيدي ثابت بدينا نسقي في ري التكميلي معناها فماشي نقصوا شويه الحبوب. عندنا سقينا معناتها شويه معناتها اليوم بركه عندنا جوست مدام فاطمه على الميكرو باش دونك اليوم انطلقنا معناتها بعد التحذيرات كما تعرف معناتها عامين الجعب ما مشاش فيهم الماء يعني حتى من التكسير كثر والماء جعبك تصيب فيه الماء تتفرقع اصلا. دونك اليوم بدينا نسقيو شويه في الزراعات الكبرى والتعليمات عندنا باش نسقيو الحبوب والاعلاف والاشجار المثمره اللي هي زاده مستحقه سقوه تو. دونك انطلقنا تو ان شاء الله ربي يجيب في الصواب ونمنعوا شيش منعهم الصعب. اما الحقيقه معناها احنا في اريانا معناها لحد الان عملناه الخير برشا من السنه. هو بصفة عامة كمندوبية وانتم خاصة انت شادة قسم الارشاد كيفاش تتعطاوا مع ندرة المياه؟ كيفاش تحسوا توا فلاح يجي في منطقة سقوية تقول له ما تستعملش هالراء واحنا برشا عباد اللي عاملين بار واللي يجبدوا من اي الفلاحة متغشين الحقيقة معناها خاطر كيما شافوا البارح الماء جاء كل واحد يقول لك نحب على الماء هو الماء ديريجي للسيريال والاربو. احنا كيما تعرف كيما منطقة حوض مجد احنا مجد يتعدى على ولاية ريان على مسافة 47 كيلو متر يعني قد على طول مجد فما ضخ عشوائي يعني احنا ديما نتصداو للضخ العشوائي. علاش زاد نتصداو للضخ العشوائي؟ مش خاطر مش العبد ياخذوا الماء خاطر الماء اللي ماشي في الواد هذاك هذاك الماء ماشي للمنطقه السقويه نتاع قلعه الاندلس معناها اذا كان يتقص لهم يتقص عليهم الثنيه هما منطقه سقويه ما يلقاوش ماء. دونك هذاك ماهوش ماء معناها مش بارازار ماهوش ناتورال هو ماء تم ضخه باش يوصل مختلف معناتها لي ديفيرون ستاسيون نتاع البيريمتريك نتاع قلعه الاندلس نتاع سيدي ثابت. دونك احنا نتصداو قاعدين نحاولوا نتصداو للضخ العشوائي باش كل واحد ياخذ بيته معناها كل الناس كل تاخذ حظها. وتوا زاده بالاقتصاد في الماء كي بدا فما ماء وتوا انطلقنا زاده في باش نوعيوا العباد باش كيما تعرفك المناشير نتاع الوزاره كل نتاع تجميع المياه على الاقل باش يلقاو للحيوانات نتاعهم خاطر وصلنا في الصيف الحيوان راه البقر تشرب 300 لتر في النهار معناها معناها ما وصل البقر ما عندوش باش يشرب والحليب ما تعرف حليب سي ماء معناها مش حاجه اخرى. دونك هذا هو معناتها اقتصاد في المياه الري كده موجوده التشجيعات موجوده الماء 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 ربي يرحمنا الماء ربي يرحمنا. يعطيك الصحه. عندك حاجه اخرى تحب تضيفها على ريانا؟ والله هذاك هو ريانا معناها عندنا صغر المستغلات صغيره ياسر والبناء ماشي بدون رجعه ماشي ابلوس لانفيني معناها يلزم الحقيقه انا حسب رايي انا يلفو كونسيرفي سيت زون فيغت دو تونس كابيتال يلفو اغيتي لو باتي باتي معناها يلك الارض فلاحيه ويبدل الكليما يساهم حتى في تغيير الكليما واحنا قاعدين نحروا برشا مخالفات على بناء الفوضى ولكن حاجه تغلب العقل مش حاجه سهله. نمو ديموغرافي كبير وتوسع الناس الكل تحب في تونس العاصمه وسط معناها حتى كل تغيير الصبع حتى تغيير مش حتى الفوضى حتى تغيير الصبع موجود خاطر ديما نقول لك الدوله مش توسع ملايين تونس الكبرى وريانا النيله فيها الاف الزويت النيله عندنا سكره العوينه كلهم كانوا زويتنا دوك يلزم برمجه سكره يلزم برمجه خاطر العباد تو ما عادش تلاقيهم تبني لا في وسط ريانا لا في الحواز تاع ريانا ولا تونس الكبرى هذاك الواش مشاو للمناطق الفلاحيه هنا يلزم برمجه ويلزم تكون الامور واضحه يلزم معادله ما بين انت حقك انت حقك في الهواء وحقك في الاكل وحقك في الغذاء وزاد حقك في السكنه ما يلزم معادله ما بيناتها. طبعا يعطيك الصحه مدام فاطمه شيحه نذكر اللي هي رئيس قسم الارشاد الفلاحي ممثله عن المندوبيه الجويه التنميه الفلاحيه بريانا. نشكرك على كل المعطيات هذه الكل. عايشك سي شكرا لك مره اخرى. مازلنا احنا موصلين معكم على موجه راديو اكسبريس اف ام في اجري اور بعد موجز الاخبار اقعدوا معنا هنا راجعين.